وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب. بداية، قصف جديد للطيران الروسي على قرى وبلدات ريف اللاذقية، بما تفسرون تزايد القصف على الرغم من تصريحات الدول الضامنة بالحفاظ على اتفاق خفض التصعيد؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة روسيا حاولت أن يعني تقوم بفرض أمر واقع جديد ضمن منطقة خفض التصعيد. طبعا هو يعني السياسة التي تتبعها روسيا الآن من خلال التقارب التركي الأمريكي، يعني الحقيقة أعتقد أنه أثار الذعر لدى الروس هذا التقارب الروسي التركي الأمريكي، وبالتالي قامت تركيا بهذا القصف الهمجي وبهذا التقدم الذي يعني حقيقة يعتبر يعني من من الحالات النادرة التي تقوم فيها روسيا لوحدها بالتخطيط والتنفيذ. يعني بمعنى آخر أن روسيا اليوم هي الضامن وهي التي خططت وهي التي تنفذ هذه المعركة بذراعها العسكري المتواجد على الأرض السورية، وهو الفيلق الخامس الذي شكلته والفيلق الرابع السادس الذي شكلته وميليشيات النمر التابعة لروسيا بشكل مباشر. وبالتالي هذا التخطيط والتنفيذ الذي فشل فشلا ذريعا الآن بعد امتصاص الثوار لهذه الهجمة الهمجية بالايام بدايات القصف التي قامت به روسيا، تقدمت صحيح باتجاه بعض النقاط التي تعتبر عسكريا ساقطه في الواقع، لكن الان اصطدمت بجدار قوي جدا وخاصه في المناطق التي استدرج اليها الميليشيات الروسيه وهي حرش الكركات والتلال الحاكمه، اضافه الى منطقه الهبيط والمحور الذي فتح جديدا وهو الحماميات. هذا كان الحقيقة استدراج إضافة إلى الاستدراج الآخر في المحور الآخر وهو محور جبل الأكراد والتركمان في منطقة وتلال الكفاني، التي يعني الحقيقة كان هناك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات للنظام على هذه المحاور. طيب أستاذ أديب، يعني روسيا بمقابل هجومها تعرض على المعارضة هدنة تشمل جبهات القتال على حدود مناطق خفض التصعيد. روسيا والنظام لم يحترما المعاهدات السابقة أو لم يحترما معاهدة خفض التصعيد واتفاقيات خفض التصعيد. ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها روسيا لتثبيت هذه الهدنة؟ الحقيقة روسيا ليس لديها ضمانات وليست يعني هي الحقيقة خرقت كل المواثيق والعهود التي قامت بها. بالأساس روسيا هي للأسف شديد هي كانت دولة ضامنة، لكن في الواقع هذه الدولة الضامنة هي ليست دولة ضامنة، هي طرفا، وبالتالي قلنا على الأخوة الأتراك هم كطرف ضامن أن يكونوا أيضا طرفا في هذه المعركة، طالما أن روسيا هي تقوم بخرق كل العهود والمواثيق وحتى قرارات الأمم المتحدة. لذلك على تركيا أن تكون يعني طرفا وليست طرف ضامن فقط. هذه نقطة. النقطة الأخرى، حقيقة تركيا قدمت للفصائل بعض الأسلحة النووية التي قلبت الموازين وقلبت الطاولة على الهجوم الروسي، إضافة إلى السماح لمجموعة من الفصائل من غصن الزيتون ودر الفرات بالتوجه باتجاه الجبهات، وكان لهم يعني حقيقة تواجد هام جدا استطاعوا من خلاله تكبيد النظام وميليشياته العديد من الخسائر الكبيرة التي قلبت الطاولة على المخطط الروسي الذي حاول أن يفرض واقع جديد على هذه المنطقة. لكن الحقيقة أعتقد أن السياسة التركية هي التي ستفرض الواقع الجديد الآن. طيب، المعارضة اشترطت لقبول هذه الهدنة هو انسحاب النظام من المناطق التي سيطر عليها في ريف حماة. إلى أي مدى ستنفذ روسيا ذلك؟ يعني دعني أقول أن المعركة كلها هي روسية تركية، صحيح بأيدي سوريا لكن الحقيقة هي يعني تركية روسية. روسيا يعني اشترطت أن أو طلبت وقف إطلاق النار، لكن في الحقيقة لم توافق الفصائل ولم توافق تركيا أيضا، لم توافق بشكل رسمي أن يكون هناك هدنة طالما أن النظام أو الميليشيات الروسية تقدمت إلى مجموعة من النقاط. الآن أنا أقول أن الواقع الجديد ستفرضه تركيا، وبالتالي لن توافق تركيا على القبول بوقف إطلاق النار إلا لتعود إلى ما كانت عليه يعني تواجد قوات النظام. إضافة إلى ذلك ستتعهد روسيا من جديد
وهي التي يعني تعطي الضوء الاخضر، وهي التي تساعد النظام بي 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 اكثر من 500 طلعه جويه، هي التي ستعطي يعني عهد جديد ووعد جديد لتركيا من اجل عدم خرق هذه المرافق. اذا كانت روسيا تستخدم هذا القصف وخرق اتفاق خفض التصعيد كورقه للضغط تلعب بها روسيا لصالح النظام السوري استباقا لمفاوضات الحل النهائي، ما الذي سيتبقى للمعارضه السوريه؟ يا سيدي يعني روسيا والنظام لا يعني يحاولون الهروب الى الامام من اجل ان لا يكون هناك استحقاق للحل السياسي. يعني روسيا لا اعتقد ان الحل السياسي الذي يعني يطرح الان ويعني مناطق او القرار الذي اتفق عليه 22-54، اعتقد ان روسيا يعني الخاسر الاكبر يعني هي والنظام من خلال تطبيق هذا القرار، اذا كان هناك تطبيق حقيقي وحرفي لما جاء في القرار 22-54، وهو ان يكون هناك يعني تسليم للسلطه من قبل النظام الى 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 يعني المعارضه كما جاء في القرار 22-54. كان معنا الخبير العسكري والسوري اديب العلاوي من الريحانيه، شكرا جزيلا لك.